ينضم إلينا معتز مراد مدير برنامج واثقون من غازي عنتاب. صباح الخير. صباح الخيرات، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي شوي عن الأنشطة اللي عم يقدمها البرنامج، وهل ينشط في مناطق أخرى؟ سيدي صباح الخير. صباح النور. البرنامج فيه عدد من الأنشطة، على رأس التدريبات، تدريبات بتجارب التحول الديمقراطي، بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، بالتفكير النقدي، بمهارات التحدث أمام الجمهور، بتدريبات الكتابة، نعمل مسابقات وغيره. في عنا نشاط جلسات الحوارية، نشاطات تنفيذ استبيانات، ونشرات دورية ترسل لآلاف المشاركين في البرنامج. البرنامج عمليا يعمل في 16 موقع في سوريا ودول الجوار وحول العالم. بشو اصطدمتوا أكثر شيء، خاصة أنه نحن يعني كشعب سوري بعيدين تماما عن التجربة الديمقراطية أو عن السياسة والمشاركة في السياسة؟ حقيقة لما بدأنا بتنفيذ البرنامج ب 2019، الأفكار اللي كانت مطروحة أو كنا حابين نطرحها هي شكلت تحدي، كونه فعلا الشعب السوري خلال 40 أو 50 سنة يعني تم تغييبه بشكل متعمد وكبير عن الحالة الديمقراطية، وبالتالي أنك ترجع تطرح هاي الأفكار بمجتمعاتنا السورية يعتبر أكيد لح يواجه صعوبات وتحديات. ولكن يعني بقدر أقول أنه نحن بعد 4 أو 5 سنوات من لحظة البداية بدأنا نلحظ الأثر بشكل واضح، وبالأمس عملنا الملتقى الأول لبرنامج واثقون في مدينة أعزاز. طب هذا بدي أسألك عنه سيد معتز، يعني مبارح كانت المؤتمر الأول بعد 3 سنوات من تقديم هاي المبادرة وهذا البرنامج التدريبي، كيف لقيتوا الصدى بعد 3 سنوات؟ شو استشفيتوا من المتدربين؟ هل راح يكون في خطط على مستوى التدريب بمبادرة واثقون مختلفة عن السنوات السابقة؟ شكرا لك استاذي. حقيقه نحن سعيدين كثير باللي انجزناه لهي اللحظه. كان واضح من الملتقى، من تفاعل المشاركين بالامس، انه في نسبه رضا كثير عالي. نحن مقصرين بالناحيه الاعلاميه، وهذا كان احد التوصيات من المشاركين، ولكن بالمستقبل ان شاء الله رح يكون يعني هناك حاله اعلاميه ل برنامج واثقون ضمن منظمة مارس، يعني بحيث توصلنا أكثر للناس. الملتقى أحد أهدافه كان أنه نسمع آراء المشاركين والمستفيدين ضمن البرنامج وتقييم لهي الأنشطة ورأي كيف لازم نستمر في السنوات القادمة. جميل. أيضا رأينا نساء مشاركات وحصلنا على مرتبة مما قدموا. برأيك اليوم تأثير يمكن مثل هيك مبادرات وهيك تدريب على دخول المرأة بموضوع أو رفع الوعي الديمقراطي بالمجتمع والمعترك السياسي؟ حقيقة شيء أساسي. نسبة النساء المشاركات تقريبا تعادل 50% من نسبة المشاركين بشكل كامل. الفائز أو الفائزات بالمراتب الأولى هن نساء. جميل. وبالتالي شيء محفز، شيء بيعطينا طاقة للاستمرار ولتطوير أنشطة البرنامج إن شاء الله في الأيام الجاية إن شاء الله. أستاذ معتز، من خلال خبرتكم وعملكم على مدار 3 سنوات أو أكثر، برأيك ما الذي ينقصنا لرفع الوعي الديمقراطي في المجتمع السوري، وشو الأسس اللي اتبعتوها لذلك؟ نحن بحاجة لننسق أكثر مع الجهات الفاعلة بالمدن التي نعمل فيها، بحاجة أنه دائما نبتكر أفكار تكون خلاقة ويكون إلها
حواضن ومين يقدر يتبناها ويعني ويحاول يمشي فيها بالمجتمع. لما نقدر تكون هاي الأفكار هي فعلا بهي الصفات، فعلا رح نلاقي مين يعني يحملها ويمشي فيها. وبالنسبة للأسس اللي اتبعتوها في ذلك، يعني غير المحاضرات والدورات وإلى آخره، يعني بشكل أساسي عندنا موضوع يعني جلسات الحوار اللي بتصير بالمنطقة الوحدة بين أبناء المنطقة الوحدة ذكور وإناث وبين أبناء المناطق، يعني شمال سوريا، في تركيا، جنوب سوريا، في أوروبا، بحيث يظهر أثر المجتمع والثقافة في كل مجتمع على تغير أفكار الأفراد. وهذا الشيء عمل يعني خلينا نقول إضافة نوعية لطريقة الحوار بين المشاركين في كل هاي الجلسات. بانتظار أكيد الجديد منكم وكل التوفيق. ومثل ما ذكرت في نقطة كتير مهمة أنه موضوع التقصير الإعلامي، يعني نحن كتير بهمنا أنه نعرف الناس المشاركين، البحوث اللي عم تتقدم والنصوص اللي عم تنكتب. وشكرا كتير لوجودك معنا بصباح سوريا معتز مراد، مدير برنامج وثيقون من غازي عنتاب. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا جزيلا لكم، صباح الخير.